مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر أداب وإنسانيات، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درس اليوم إن شاء الله بعنوان المتتاليات الحسابية، لأول حصة فيه رقم واحد. إن شاء الله في درس اليوم هدفنا أن يستطيع الطالب تحديد المتتاليات الحسابية واستخدام الصيغ الارتيادية لإيجاد حدود المتتالية. معنا نشاط، لو افترضنا أن هذا قطع من قماش مصممة بحيث يكون فيه مربعات بهذا اللون. عند الصف الأول نحسب عدد المربعات، والصف الثاني عاوزين نحسب هذا العدد، نكتب الأعداد في هذا الجدول. لو قلنا الصف الأول عدد المربعات واحد، يبقى إجمالي عدد المربعات واحد. الصف الثاني عدد المربعات ثلاثة، يبقى إجمالي عدد المربعات ثلاثة وفي واحد فوق يبقى أربعة. الصف الثالث عدد المربعات خمسة، في قبل أربعة يبقى تسعة. الصف الرابع عدد المربعات سبعة، في قبل تسعة يبقى 16. الصف الخامس احسب معايا عدد المربعات تسعة وفي قبله 16 يبقى 25. طب هل هناك علاقة بين عدد المربعات ديت أو إجمالي عدد المربعات؟ نشوف كده، واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، في بينهم علاقة؟ إذا كان بينهم علاقة يبقى ده هذا النمط اسمه متتالي. مول واحد صار ثلاثة يبقى زاد اتنين، والتلاتة صارت خمسة زاد اتنين، والخمسة صارت سبعة زاد اتنين، والسبعة تسعة يبقى زاد اتنين، يبقى دي متتالية. طيب الأعداد اللي تحت واحد أربعة تسعة ستاشر خمسة وعشرين، هل في بينهم علاقة؟ نفكر شوية. واضح إن كل هذه الأعداد أعداد مربعة، يعني الواحد تربيع بواحد، الاتنين تربيع باثنين، تلاتة تربيع بتسعة، أربعة تربيع بستاشر، خمسة تربيع بخمسة وعشرين. يبقى نقدر نقول على هذه الأعداد أنها تكون متتاليات. تمام؟ طيب نبدأ نأخذ الربط بين المتتاليات والدوال. عندي مجموعة أعداد وعاوز أعرف هل هي متتالية حسابية أم لا. هذه الأعداد 26 39 52 65 78. عشان أعرف إن كانت حسابية أم لا لازم نوجد الفرق بين العدد والسابق له. 39 ناقص 26 13، 52 ناقص 39 13، 65 ناقص 52 13، 78 ناقص 65 13. طالما الفرق ثابت إذن هذه متتالية حسابية. طيب نعرف مع بعض تعريف المتتالية. قائمة أعداد مرتبة غالبا ما تشكل نمطا، وكل عدد من هذه الأعداد هو حد في المتتالية في نمط معين، ترتيب معين، يبقى ده متتالي. طب المتتالية الحسابية يكون الفرق بين كل حدين متتاليين فرقا ثابتا، زي ما شفنا في المثال ده الفرق كل مرة بين كل عددين 13، يبقى دي متتالية حسابية. طيب في المتتالية الحسابية لازم نعرف مجموعة أمور. نعرف يعني ايه الحد الاول A1، الحد الثاني A2، الحد الثالث A3، الحد الرابع A4 وهكذا. دي هو الفرق الثابت اللي هو هنا كام 13. AN هو الحد العام، كأن هو دي الدالة او القاعدة اللي بتربط بين الحدود. طيب هل المجال في الدالة المذكورة في الجزء B من المثال متصل ام منفصل؟ مجال الدالة السابقة اللي هو الحدود في عند الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، الحد الرابع، الحد الخامس، يعني إن بتساوي واحد اثنين ثلاثة أربعة، واضح إن دي كلها أعداد صحيحة. إذن المجال منفصل. ليه قلنا منفصل؟ إن المجال المتصل بتكون الأعداد كلها متصلة، يعني ما في بينهم فراغات، يعني الواحد المفروض يجي في بينه وبين الاثنين واحد ونص، واحد وربع، واحد وتلت، لكن احنا هنا ما ينفعش نقول إلا واحد واثنين وثلاثة فقط، وبالتالي هنا المجال مجال منفصل.
ندخل على الجزء الثاني من الأهداف اللي هو الصيغة الارتدادية. ما هي الصيغة الارتدادية؟ أعطيني هنا شكل الهرم ده شايفينه، ودي مدرجات، درجات للهرم، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، الدرجة الرابعة، ارتفاع كل درجة 26 سنتي. بيقول لي ما الصيغة الارتدادية لارتفاع الدرجة إن عن مستوى الأرض؟ يعني عاوزين نوجد صيغة ارتدادية نحسب بها ارتفاع أي درجة عن مستوى الأرض. طيب خلي بالك معي، دي صيغة ارتدادية. الصيغة الارتدادية عبارة عن AN تساوي AN ناقص 1 زائد D. الـ AN اللي هي الحد العام، AN ناقص 1 زائد D. AN ناقص 1 يعني الحد السابق، الـD اللي هو الفرق الايه الثابت، ولازم أكون عندي الـ A1 اللي هو الحد الأول. يبقى الصيغة الارتدادية يلزمها الحد الأول والدي عشان نوجد أي حد للصيغة الارتدادية. طيب نفذ الكلام ده على هذا الهرم أو هذا المثال. الـ A1 اللي هي أول درجة ارتفاعها كام؟ 26، اللي هو بيقول لي ارتفاع كل درجة 26. A1 يعني أول درجة. الدي يعني الفرق بين كل درجة والثانية، ما احنا اتفقنا إن كل درجة 26، يبقى الدي تبقى كام؟ 26. نطبق في هذا في هذه الصيغة، الـ AN بتساوي AN ناقص 1 زائد D. طبعا عندنا الـ D بـ 26، يبقى هنقول AN بيساوي AN ناقص 1 يعني الحد السابق زائد 26. يعني كل اللي استبدلناه استبدلنا الـ D بـ 26 وسيبنا الصيغة نفس ما هي، ولازم أذكر له الحد الأول يساوي كام؟ 26. عشان إذا أردت أن أجيب الحد الثاني يبقى هاخد الحد السابق اللي هو الـ 26 الحد الأول وأزود 26، يبقى 52. عاوز اجيب الحد الثالث يبقى 52 زائد 26، وهكذا وانا ماشي بالترتيب. طيب استعمل الصيغة الارتدادية لاستنتاج ارتفاع الدرجة الثالثة. عشان اجيب الدرجة الثالثة لازم اجيب الدرجة الاولى ثم الدرجة الثانية ثم الدرجة الثالثة. A1 26 والدي اللي هو الفرق بينهم 26، يبقى الـ A2 ازود 26 بقى 52. A3 أزود 26 على 52 يبقى 78، وده ارتفاع الدرجة الثالثة. حاول أن تحل. بقول اكتب صيغة ارتدادية لتمثيل ارتفاع الدرجة N عن مستوى الأرض إذا كان ارتفاع كل درجة يساوي 18. يعني نفس السؤال السابق، لكن هنستبدل الارتفاع اللي هو 26 ب 18. تمام، يبقى الـ A1 18، الـ D 18، الـ AN هناخد AN ناقص 1 زائد 18، الصيغة الإيه؟ الارتدادية، طبعًا الـ A1 بـ 18، يعني عاوز بس الصيغة فقط مش عاوز أي درجة يعني. إن شاء الله مع الواجب المنزلي الكتاب صفحة 18، دي بعض التمارين من خلال حلها إن شاء الله تكون أنت استوعبت درس اليوم. وعلى أمل بلقاء جديد، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.